الزول الزول فلوان، مرحبا يسون، غير لا فيديو تاع جديد ديال لاشيني ودي هي ديدا سلام اكوني بدا فوق لا فيديو يقينا اكل مثلم اون بون سونتي. صحه رمضان وين صحه الفطور وين صحه سحور وين وزري غير اكزايت من المارت هو اللي ملا فيديو دونك انتي ديني غيا كويس. بصح قبل تبدو ملا فيديو حبست اكل مثلم خموثي يتجام الى فيديو اكني ثاليا اتولينا طاس الغاشيه وذا غني وين وين زهنا راه لا فيديو تيكل تاع دان ادي روح ادي زوير قفل سيتينا اتي دين زه ابراديو غا لاثاكي اخطر لا فيديو كوسيكي ذا كمل لا فيديو اعدان اكا اتفهم ذا شو اكلانك لي فيديو ياكا. السلام عليكم، مرحبا بكم في اون نوفيل فيديو سور ما شان يوتيوب دي هي ديدا. ان شاء الله تلقاكم كامل هاد لا فيديو لاباس وتلقاكم بصحه جيده، صحه رمضانكم، صحه فطوركم، صحه سحوركم، على باليش وقتاش رايحين تشوفوا لا فيديو. دونك رايحه نقولهم كامل انتم وقتاش تشوفوا لا فيديو مرحبا بكم لاشين تاعي. وقبل ما تبداو هاد لا فيديو احبسوا كيما راكم ما تتحركوش، ديروا لي جام قبل هاد لا فيديو هكا باش تطلع ويشوفوها كامل الناس وتعاونوني ثاني تطلع لاشين تاعي كل خطره باش نزيد لكم فيديو جديده. وحاجه واحده اخرى اللي مازال ما شافش لا فيديو اللي فاتت يروح يبدا قبل بها ومن بعد يولي يكمل هاد لا فيديو، بيسك هاد لا فيديو عباره عن تكمله الفيديو اللي فات هكا باش تفهموا واش راني نبارطاجي هادو اليامات واش راني ندير في هادو لي فيديو. والحاجه الاولى اللي بديت لكم بها اللي هي لا روب اللي لبستها، كي بارطاجيتها معاكم في الانستغرام بزاف اللي سقسوني عليها قالوا لي لا روب نتاعك شابه بزاف وريها لنا هكا بالتفصيل باش نشوفوها وبلاك يعني تكابتوري وهكا ليكرو بلاك تدو الموديل ولا حاجه. دونك راني فرشتها لكم على الارض ديريكت هكا باش تشوفوها بيان. في الداخل عندها اون روب يعني جايه بالساتان جايه ميدي ومن الفوق راهي فولار، هذاك اللي جاي الفوق بالفولار وهذا القالو يعني يتباع هكا وحده. مادة كيغاتي حدايين لحاجة تم زوالو تقليه زوال غا كنت تدس لا غوب بلسيغ بارطاجي ديد كنت لي فوتو على الانستغرام اتصيتي ولا نتعجبا كنت ثمتي سيد ثمتي يد سكناختي داك اسلي ديتاي اتنوالي بالك تبغى تعرف نتا الموديل ناس كابتوري نتا لي كرونا ليسونسيال لقليه سكنا غا كنت تسيد داخل الساعة اون غوب تسد ميدي الساتا سوفلا ذا فولار الساعة ذا غا لقالو يديرو جوكيت نوزو وحفص داكي ذا غني الساعة الحاشية بجوست كنات الشدر سيتو داكي اي تسعة يعني بوغ لي جون في سامبل موديل سامبل. ومن بعد لهنايا راني وريت لكم واش لبست لها، لبست لها هاد الفضة اللي جاية في النواغ خرجت عليها الطوب شغل هي راهي بالبلو والروج وهاد الفضة خرجت عليها الروعة. والمكياج تعرفوني يعني منديرش بزاف راني وجدت برك لي كرون سولير نتاعي على بالي تقولوا لي درتي لي كرون سولير في الليل وي درتو في الليل بيسك هاد لي كرون سولير شغل يرطب ماما لابو ماشي برك الشمس يعني ما حبيتش نخلي هكاك وجهي ما ندير له والو. درت لي كرون سولير ودرت شويه اونتي سيرن مارغري ما عنديش لسان بصح نحسو هكا مليح يمد اضاءه لوجاهيتو. وثاني الريسيل درت هذا تاع ايسونس والرجاله في دوكا رايحه نفتحو وتشوفوا لا كولور نتاعو. بوغ لايونر انا نحب نستعمل هذا اللي جايه بالكريوم ما نحبش هذيك تاع الماء اصلا ما نعرف لهاش مليح دونك استعملت هذه. وثاني الكريون البلون هذاك درته داخل عينيا ولا باليت تاع المكياج دوكا رايحه نفتحها لكم وتشوفوها. مدقي في قشيشي نقليها ارنيا كنت تسكنها ذا غني الماكياج يخدم قزمت بلي شغل تخدم غير كمليح مليح الماكياج سورتو الفوندو تايتو وسخدم غير روح من الغرز خلط كلابونو دونك سخدم لي كونسولي غير نينو بيسك يترتب ذا غني هم لابو سخدم خدرنا شويه لون تيسير الريسيل لاينر سخدمه وهنا كاين الكريون نوار نورو بيروز ماذ الكريون بلون سخدم داخل اوغوالنيو ماذ لاباليت للماكياج هاتن الكا كنت تيد يعني لا باليت دي بور لي فات بو يعني ساعه لي كولور بور توجور ساعه لي كولور زمان تخدم دكا ايت مغريوين. ماذا روج على لافغ هو لم تتسال ديختي دلا كولورينس غرونا يعني شبه مليح لا كولوريس يرنا في لا روبينا ايمي بلون.
عاد لهنايا كي كملنا فطرنا غسلنا المواعين ايتو من بعد رحت انا الاولى، رحت بدلت حوايجي وستيكت روحي ماكيت لهنايا. كان ماما وبابا يعني يلبسوا لخاوتي لبستهم، وانا يعني سبقت الاولى هكا باش نولي للصالون ونديكوريه شويه. كيما شفتوني درت الزربيه هي الاولى، درتها فوق هذاك الفوتاي هكا باش يعني درتها في البلون باش تكاسي لي هاد لا كولور اللي جايه في الروج في لا تابل. لقيام كي دخلت كنت نيغتي حذايين من فضار نسوليه نسرف دوزان يمكن يروح غزوير عتم زويروث خدمات لسيغ دلارو بي وستيكا ديماني ويتو اكا باش هاد صبغه روصلو تم زورث ديكوري غا كلشي شويه خدمه غاد تحيث لينا خدمه تفو فوتاي خدمه تحيث تم لال تكا باش يثكاسي لا كولور اكين طافلا روج. مدى جيمك انت ولا انت دمعه طبقني الحني دانيا سروسو ياخذي داكويت لهنايا البنات جبت هذاك طبق تاع الحنيه اللي وريته لكم من الخطره اللي فاتت في الفيديو اللي فات، يعني فهمتكم كامل وين جبته. خليت لكم لاباجيتو اذا راكم حابين يعني تكروه ولا تجيبوا كيما هذا روحوا تشوفوا هذيك لاباج راني خليتها لكم من في لابواط دانفو. ومن بعد لهنايا راني وريت لكم الصالون كي كملته حطيت كلش فوق الطابله وحطينا ثاني الحاجات الحلوه. وحنا ثاني من عادتنا وتقاليدنا ان نحطوا البيض كما راكم تشوفوا البيض ما يكونش طايب ونحطوا له هكا الكابري ثاني حاجه حلوه. هذا البيض عما كي نكملوا لافات تاعنا كي نكملوا الحفله تاعنا ايتو لازم نطيبوه حاجه يعني تكون الحاجه اللي تتنفخ كما المسكوت ولا حاجه المهم تتنفخ. كي سقسيت عما قلت علاش تحطوا هاد البيض العجايز هما اللي خبروني هكا لازم تطيبوه لازم تطيبيهم حاجه اللي تتنفخ هكا باش حتى هما يكبروا ويتنفخوا. هذا هو الرول تاعهم. هذا يمكن اذا كنت تاع حذايا نقلي ميك في صالون نسكن كنت امشي ديفا سكن كنت داني دي شده كاع على الطابل ثورا نسلوس يدك زيدانين الحلاوات لقي داني قلع ويدنا نسلوس يد ثيم اللي انت زيزاوين ابريمين كفا كويس الخثانات كفا لافاتنا نسقوي ثنت ذي الحاجه يتشوفون ام مثحفوتنا مسكوتو اكا باش نشوفو ولا نوثنيا نشوفو وسننسن اكيد فهمت مغارس فهمها كنت. ومن بعد لهنايا الحاجه الدوزيام اللي نديروها قبل ما نبداو نحطوا الحنه في يديهم جبدنا الصرف 10000 20000 واش كاين عندنا نحطوهم هكا في لبستهم ونشدوه بالخيط. اذا شفتوني يعني وجدت الخيط فوق الطابله نديرو هكا باش يشدو هذاك الصرف. فوالا هذه ثاني من عاداتنا وتقاليدنا اللي راهم يديروا فيهم جدي وجداتي ربي يطول في عمرهم ويحفظهم. يعني لازم يكونوا غاشي كبار اللي يديروا الحنه ويديروا هادو العفايس يكونوا يعرفوا في هادو الشغلات. لكن كي كنت نيغا تحذين نوقفل نفذو الحنينيه ندمد الصرف 10000 20000 اين لن تشدو ثنكا اي قنديارينا امشي ذا استواليمت. ومن بعد نروحوا للحنة تاعنا حنا الحنة نديروا لها شويه ما زهر لهذاك الماء اللي نخلطوا به اما تديروا له ما زهر لهذاك الماء يعني ولا تديروا وحده. يعني هنايا انا ما صورت كي كنت كي يكونوا يديروا في هذاك الصرف شوفوا هذا الحني في هذا الطبسي داروا الحني وداروا له شويه ما زهر ودوكا رايحين يتبخوه كامل بالماء. خليكم معايا تشوفوا. لقيت كذا كنت نيغ اثي حذايين من كفا سي صرف ني يعني تو شدنتن لقيت تروحوا على الحنيه نكون الحنيه لقيت نستخدمها شويه قوما نزهر وزري غير يعني طاسي في استخدامن باش حتى هما يكون عندهم زهر باش ولاد نوثني غتسعون زهر. خدمنا سن شويه قوما نزهر الحنيه ابرث اثروين ايفان سوامان اذوثن اي فاسنسن ابري دغنيا سمسخن مام يقون ديار نسن ستفير ذي الحنية. وبلا ننسى هاد العفسة كي يديروا الحنة في يديهم يديروا مام في لبستهم يعني من اللور يعني ما صورتهاش هادي راح يعني هاديك القندورة تاعهم اللي لبسوها يوسخوها هكا شوية بالحنة من اللور يعني تحت هاديك جيلي بيان سور ماشي فوق هاداك جيلي يوسخوها برك شوية. هادي هي عاداتنا وتقاليدنا شكون يدير كيما هاد العادات يقول لي في لي كومونتير. شوفوا لهنايا يعني كنت حابة نخلي لكم الصوت بصح لها غالبا نقدرش درنا واحد الموسيقى تاع الحنه هذيك الموسيقى عندها لي دروا دوتور دونك اليوتيوب رايحين حي لا فيديو سينو. ومن بعد يعني ما ريسكيتش ما حبيتش يتنحى لي هذا الفيديو سي بور سا ما خليت لكمش الصوت. Thank you.
كي كملنا من حنا رحنا نديرو لانيفيرسير نتاعهم. قلت لكم باللي كان لو 29 مارس بصح ما درناهاش خليناه لدوكا. رانا جبنا هكا اون تارت سامبل كيما راكم تشوفوا اوليفيتاج وهادو. دوكا رايحين تشوفوا معايا رايحه ندير كامل الشمعات في هذيك لاطارت، وشرينا ثاني الشمعه تاع 5 سنين رايحه نديرها من الفوق. امشي اذا كنت نغاتي حدايا مين كفاسي الحنيني وغلدس نخدم لانيفيرسير نسن. انا كنت تقلا فيديو عندنا كنت لانيفيرسير نسن سيلو 29 مارس بصح وتنخدي مارا جات كانر ثورا اثنخدم. دونك فوالا اثنخدم اطفون لي سوفونير نخدم لا فيديو العالي ان شاء الله. بيان سور ماشي لا فيديو قد خماك اليوتيوب بيسك لا داني لا فيديو اثنخدم يعني بوغ لا فامي ايفان ماشي تاغي. دونك كي قد اطفون لي سوفونير نسن مي مش طوحيت لقيت هاد خدمك سيش معينينا سفلى امشي كيستوالي متدا نغدا غني وحن 5 اون قلت لمست. يعني نخمد اون تارت سامبل كيستوالي انت ماشي حاجه ثم قرانت ان الدغنيه لي فيتاج يعني هكا باش يشدوا لي سوفونير نديرو لهم دي سوفونير شابين كي يكبروا يشوفوا هكا لي فيديو تاعهم. يعني بيان سور راح يكون عندنا فيديو واحد اخرى بوغ لا فامي يعني ماشي كيما هذه اللي درتها في اليوتيوب. فيديو واحد اخرى هكا كي يكبروا يشوفوها يعني يشوفوا باللي صح يعني عاشوا صغرهم وعاشوا كي كانوا صغار. هنايا غدوه من داك كما راكم تشوفوا رانا في الصباح يعني قبل ما يروحوا يطهروا نديروا لهم الاعلام. هاد يعني وريت لكم هاد المحرمه يعني شرينا زوج احنا نقولوا لها طفو نار الجامع الباري المحرمه تاع الجامع الباري هكا ترجمتها لكم. يعني نديروها في هذاك الغانيم راكم تشوفوه ولا العاصة ولا كيفاه يعني على باليش اذا عنده اسم اكزاكت. تشدوها كامل الفوق وتدير له مرايه. على كنت نحوس على المرايه هذوك تاع بكري دورين الصغار تاع بلاستيك بصح والله ما لقيتهم حوزت كامل ما لقيتهمش. كي ندخل هكا لقيت واحد نسقسيه يقول لي يا بنتي راه كيف عهدت على قال لي هادوك سي بون كملنا معاهم. ومن بعد درنا هادو اللي جايين كاري وصغار. لهنايا جدتي اللي تدير هذاك الاعلام هي اللي تعرف وكي تكمل يعني تشدو كامل وتشد هذيك المرايه ثاني رايحه تدير البيض من الفوق. هذاك البيض لازم يكون طايب. مدى قينا أزكني صباح وقبل ذو احنا دخلنا نخدم قبل العلم سكنا كنت تسيفونا رينا قينا الفيديو عندنا كنت نخدمي ثند العلم. دونك نكون نخدم السين دونك سيني مخثاني قلان اتشد سوفلا نخدمي ثاروغاني برس تخدم المريا برس تخدم ذاغني سوفلا ثيم لالين يقوان جدا إيفي خدمن أما كيستوالي. فوالا هذا هو العلم اللي نديروه نورمال مو هادو يروحوا معاهم في الطوموبيل كي يروحوا بعد تخرجوهم هكا من الطاقة. بصح في هذاك النهار كان بزاف الريح يعني بزاف وزيد انا يعني ما رحتش معاهم قعدت في الدار باسكو ماما راحت دونك انا لازم نبقى في الدار. وثاني يعني كان عندي شغل هكا ديبلا تاع الكاطو وجدتهم كامل باش نرجعوهم صافي ما رحتش. وثاني هذوك العلام يعني درناهم برا مهم علقناهم ولا شدناهم برا. وهنايا كما راكم تشوفوا راني خرجت لبرا قبل ما يروحوا بيان سور يديكوري وهكا شويه الطوموبيل يديروا لها الفوطه وداروا لها هكا شويه لي فلور هذوك تاع اللي يديروهم زعما في لي كادو يدو عما داروا لهم هكا باش يشبحوا الطوموبيل باش يبانوا زعما راه رانا جبنا مختان ماشي عروسه. ميم هذاك العلام كي نخرجوه هكا من الطاقه يبان بلي شغل عرس تاع الختانه ماشي زعما عرس اللي نعرفوه. لكن كذا كنت نيغ نورمال مول علامينا نتاوي ثن يذنا دونك سني لا مليح واضو بريوت نقوينا راه يذسن بصح نعلقي ثن ديك برا براهو نتسكن غامش اون بلوس لاق كبارا راقي من 7 ايام شغلو نتكسنا اوس نتكسنا راه لا مدويس دوي 7 ايام صافي نعلقي ثن كانوا نقوينا راه سني مد دقي روح غدور شنو في خصنا ديكورين شويه طوموبيل خدمنا الفوضى خمنا شويه جديدين اكن دبان طوموبيلو مختان نايتو فوالا ما كنيتو valente.
فوالا لهنا كما قلت لكم رانا شدينا هذاك العلام، يعني شديناهم في زوج هكا برا وخليناهم لازم يبقوا 7 ايام باش نحوهم. فوالا لهنايا كيما شفتوا يعني كي ولوا درنا شويه امبيونس ايتو، وكاين ثاني عاده نديروها هي الاخرى رايحه نزيدها لكم، يعني كي يدخل المختن للدار ايتو لازم نذبحوا الديك، ولازم يكون الديك تاعنا يعني تاع الدار حنا اللي ربيناه. هنايا جا بابا وخويا باه يذبحوا هذاك الديك. دايما كي كنت نيغا في حذايين العاده قالوا تو كوين نخدم ميديك شمو مختن سخام نغم ام سي اسمه ديال الطوفان يكشم سخام الى قن زيزل اذا من دونك ثاني واحد بابا ديما اكلنا دي زلو ايا زيدنا الى قضي لي يزيد القفايل نغ دوخام يعني نكون ايتي دي ربان. لهنايا البنات يعني حتى كي يكون هكا ماشي مختان ولا كي تزيد وحده ولا يدخل هذاك الولد للدار لازم تذبحوا الديك، حنا هادي نديروها. لهنايا انا لحقنا لفت على فيديو حبيباتي اليوم، راني طولت عليكم ركتها اسمحوا لي. ان شاء الله تكون الفيديو عجبتكم، هذا هو الصح، وما تنساوش تخليوا لي لايك اي كومونتير وتشتركوا في القناه اللي مازال ما اشتركش، ثاني تبارطاجيو الفيديو تاعي هكا باش يعني يشوفوها كامل الناس. اتهلاو بزاف روحتكم الى الفيديو القادم ان شاء الله، ودمتم في رعايه الله وحفظه. باي باي.